طيب، في عروض كتيرة قوي بتقدم الفترة الماضية من أندية صينية لنجوم كبار زي مودريتش وغيره من النجوم الكبار. شايف ايه الدوري الصيني؟ شايف مستقبله هيبقى عامل ازاي؟ الدوري الصيني بيسعى زي ناس كتير دلوقتي، ومنهم ناس موجودة داخل الوسط الرياضي المصري تحديدا، بيسعى لفرض اسمه في المستوى على المستوى الدولي، وان هو يكون موجود. هيعمل ده ازاي؟ ده من خلال ان هو يجيب الاسماء الكبيره المحبوبه المعروفه في الوسط الرياضي، تيجي سواء مدربين سواء لاعبين يكونوا موجودين في الدوري بتاعه. اعتقد ان مودريتش الموضوع صعب قوي، يعني ان هو يسيب ريال مدريد حاليا ويروح الدوري الصيني. اعتقد الموضوع يعني بيمس اكتر اللاعبين اللي اقتربوا خالص بقى من الاعتزال يعني، او بس انت بتتكلم في مقابل مادي عالي يعني. ايا كان، في مجد اكبر بكتير بيبص له اللاعب اللي بيبقى هو شايف وناديه شايف ان هو يقدر لسه يدي في الملاعب لموسمين ثلاثه كمان قدام يعني.